الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا في قانون العلية بوصفه النموذج الآخر للحتمية والضرورة. تحدثنا في الدرس الماضي عن الحاجة المعلول إلى العلة في مرحلة الحدوث والبقاء، وأثبت المصنف أن الحاجة الحدوث والبقاء معا، وشرحنا الأركان الموجودة في العلية وهي ذات العلة وذات المعلول، وجود العلة ووجود المعلول، ولا توجد أركان أخرى خلافا لما يتصوره الذهن، حيث قد يوصل الأركان إلى أربعة أو خمسة. بقيت منبهات، أربع منبهات لا بد من ذكرها من باب التوضيح الذي تم في الدرس الماضي، وبعد ذلك ننتقل إلى الإشكاليات التي تسجل على فكرة الحاجة الحدوثية والحاجة البقائية معا. تنبيهات، خلينا نسميها تنبيهات. تنبيه الأول، اكتشفنا هذا، أشرنا له أيضا في الدرس الماضي، اكتشفنا من خلال ما سبق أن العقل وفهم نشاط الذهن مسألة ضرورية في اكتشاف المعضلات الفلسفية. إذا رأينا في التحليل الذي مارسه المصنف في الدرس الماضي، رأينا كيف أن تحليل الذهن أجلى أمامنا صورة، واكتشفنا الأركان الأساسية للعلية بعد أن كان الذهن قد خدعنا للوهلة الأولى وأعطانا صورة عن الأركان الأساسية للعلية مختلفة عن واقع الحال في الخارج. إذن هذا يؤكد مرة أخرى ماذا؟ يؤكد الحاجة إلى تحليل جهاز الإدراك البشري، وهو الأمر الذي كرره المصنف مرارا وتكرارا، وركزت عليه الفلسفة الغربية أيضا عامة. إذن هذا يؤكد لنا هذا، وتوصلنا من خلال تحليل جهاز الإدراك البشري في نشاطه في موضوع بحثنا، توصلنا إلى أن الكثرة المفهومية التي رأيناها في أركان العلية هي كثرة ذهنية وليست كثرة وليست واقعية. هذه تنبيه الأول، صار واضح أمره، لا حاجة للإطالة. التنبيه الثاني في هذا الإطار، رأينا في سلسلة التحليل الذي مارسه المصنف فيه الأبحاث الماضية، رأينا أن التحليل كله يخضع للبحث الفلسفي وقواعد التحليل العقلي، وأننا لم نقم بتجربة ولا برؤية حسية لأي شيء من هذا الذي تحدثنا عنه، بل على العكس، يمكن الرؤية الحسية تعطينا شيء مختلف، والتجربة البدوية تعطينا شيء مختلف أيضا. إذن اكتشفنا أن تحليل قضايا العلية فلسفي محض، ولا يعني ماذا؟ يعني ولا ينتهي إلى دائرة العلوم الحسية والتجريبية. هذا بحث فلسفي من طريقة العرض التي استعرضناها في الدرس الماضي، اكتشفنا أنه بحث فلسفي محض، لا علاقة له لا بالأبحاث التجريبية ولا بالأبحاث العلمية، ولا علاقة له بالعلوم الطبيعية والإنسانية الأخرى. فطرائق فاستخدام طرائق العلوم الحسية والتجريبية في معالجة موضوع من هذا القبيل غير صحيح. ولو جاء تجريبي أو حسي وفكر بنفس الطريقة التي فكرنا بها، فإن بحثه لا يكون تجريبيا حسيا، يكون فلسفيا، حتى لو كان هو إنسان تجريبي أو حسي. وما أكثر الحالات التي يمارس فيها عالم من العلوم الطبيعية بحثا ويكون هو بحث فلسفي، وإن كان هذا العالم هو فيزيائي أو كيميائي، كما أشار إلى ذلك المصنف مرارا وتكرارا في هذا الموضوع. النقطة الثالثة، التنبيه الثالث، قد ذهب بعض المتكلمين كما أشرنا إلى ذلك في الدروس الماضية قبل العطلة، وذهب أيضا الكثير من الماديين الديالكتيكيين إلى أن الحاجة العلة للمعلول هي حاجة حدوثية فقط، وأنه في مرحلة البقاء لا توجد هناك حاجة. وقد سيقت أدلة متعددة لمواجهة مقولات المتكلمين هؤلاء
ومواجهة مقولات الماديين الديالكتيكيين في قولهم بعدم الحاجة إلى العلة في مرحلة البقاء، وأن المحلول مستغن عن العلة في مرحلة البقاء. جملة من هذه الردود أو الإثباتات عن الحاجة البقائية للعلة، جملة منها منسجم مع أصالة الماهية. البراهين متعددة وبعضها منسجم مع أصالة الماهية، لذلك يقول مصنف نحن أعرضنا عنها، كأنما يريد يطمر أصالة الماهية بعد. كل دليل يجي من أصالة الماهية بعد ما نذكر يعني تجاوزه الزمن صح التعبير. فهذه الأدلة التي سيقت لإثبات الحاجة البقائية للعلة كثير منها موافق لأدبيات أصالة الماهية، لأوليات أصالة الماهية، لطريقة التفكير وفقا لأصالة الماهية، لذلك لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها ولا حاجة إلى الدخول في بحثها. ومن المعلوم أن بحثنا هذا سوف ينفع كثيرا في مسألة في مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وهناك سنتعرض أيضا لشيء يتصل بهذا الموضوع. إذن النقطة الثالثة، البراهين على الحاجة البقائية يعني للعلة، البراهين متعددة وقسم وافر منها قائم على أصالة الماهية، حيث المصنف لا يؤمن بأصالة الماهية لذلك لم يطيل في بحثه. وهذا الموضوع عموما من الموضوعات النافعة في مباحث الإلهيات. هناك بحث التفويض، هناك يبحث عادة مسألة التفويض وأن الله خلق العالم وترك العالم، عادة هذه مما يترك أثر على تلك الأبحاث الموجودة هناك. النقطة الرابعة، تنبيه الرابع والأخير، وهو تنبيه مهم أيضا، وكان من المناسب في تقديري أن يعقده المصنف قبل البحث وليس هنا، فإن ذلك موجب لتجلية الفكرة. فإن العلماء في كثير من الأحيان يتكلمون، يقول الدليل الأول الدليل الثاني يرد علي يرد علي، بعد 10-15 صفحة يقول هذا كله إذا كان الأمر كذا وكذا، أما إذا كان كذا وكذا فيأتيك ببحث آخر. ومن الأول كان الأفضل لتنظيم الفكرة أن نقول عندنا صورتين، في الصورة الأولى يأتي كذا وكذا، في الصورة الثانية يأتي كذا وكذا. كثير من الأحيان الطالب يبدأ بتسجيل إشكالات وهو يظن أنه يتكلم عن كل الصور، وبعد ذلك يتبين أن الإشكالات هذه خاصة بالصورة التي ستأتي والتي ولا يتحدث عنها. إذا قل من البداية أنت عن ماذا تتحدث. نحن أشرنا في ثنايا الكلام أمس وقبله، أشرنا إلى أن موضع الحديث هنا هو العلة الفاعلية الدرجة الأولى، وليس سائر أنواع العلل، لأن العلماء يقسمون العلة إلى تقسيمات متعددة. عندهم شيء اسمه العلة الفاعلية، العلة الفاعلية، ويقصد بها مانح الوجود الذي يعطي الوجود. هذا هو محل بحثنا الذي نتكلم عن حاجة المعلول إليه في مرحلة الحدوث وفي مرحلة البقاء. وهناك أيضا العلة الغائية، أي الغاية من الوجود، يعني الغاية من وجود المعلول ما هي؟ هو عبارة عن الغاية من الوجود، من له الوجود. وهذا ليس محل بحثنا، نحن لا علاقة لنا بمسألة العلل الغائية. وهناك أيضا تقسيمات متعددة طبعا، هذه نذكر بعضها. فعندنا العلل المعدة، العلل المعدة هي ليست عللا في الحقيقة تعطي الوجود، وإنما هي تمهيدات لتحقق العلة التامة في نهاية المطاف، ويمثلون لها عادة بالبناء، من العلل المعدة والصانع الذي يصنع الكرسي وإلى آخره. هذه علل معدة ليست علل حقيقية في البحث الفلسفي. فعندما نتكلم عن حاجة المعلول إلى العلة في جميع الحالات، فإنما نتكلم فقط وفقط عن العلة الفاعلية. وسيأتي أن كلامنا يشمل العلة المادية، ويقصدون بالعلة المادية ما يتكون منه الشيء، أجزاء الشيء، مادة وصورة، ما يصبح به الشيء هو هو، ما يتخذ به هويته ونوعيته ووجوده. فإذا عندما نتحدث عن ما تحدثنا عنه، نحن الآن في هذه المرحلة نقول المقصود هو العلة الفاعلية، لا العلل المعدة ولا العلل الغائية ولا أمثال ذلك من أنواع العلل التي ذكروها. لأن الفلاسفة يطلقون كلمة العلة بمعنى أخص وبمعنى أعم. المعنى الأخص للعلة، المعنى الأخص الذي هو مورد بحثنا هنا، العلة الفاعلية. وعندنا المعنى الأعم للعلة
وتعريفه ما يتوقف عليه الشيء. كل ما يتوقف عليه الشيء هو علة له. الشيء يتوقف على أجزائه هو علة. الشيء يتوقف على المقدمات الإعدادية علة. الشيء يتوقف على العلة الغائية علة مثلا. الشيء يتوقف على العلة الفاعلية علة. كل ما يتوقف عليه الشيء يسمونه علة بالمعنى الأعم. لكن كل ما أخذ منه الشيء وجوده هذا يسمونه علة بالمعنى الأخص. ومورد بحثنا العلة بالمعنى الأخص وليس يعني معطي الوجود وليس العلة بالمعنى العام. فاقتضى ذلك أن ننتبه لهذا الموضوع حتى لا تختلط الأمور علينا في هذا السياق. فإذا النتيجة المعلول يحتاج إلى علته، والعلة التي يحتاج إليها المعلول في مرحلة الحدوث وفي مرحلة الوقاء هي العلة الفاعلية، طبعاً إضافة للعلة المادية التي بها يتكون أصلاً، لأنه إذا زالت أجزاؤه زال، إذا زالت المادة والصورة زال. فإذا عملياً العلة الفاعلية والعلة المادية، إذ بزوال هاتين الاثنتين يزول المعلول من لوح الوجود. هذه تنبيهات سريعة أظن صار أمرها واضحاً في هذا الإطار. الآن ندخل في مرحلة العرض والإشكالات. العلامة الطباطبائي هنا يقدم عرض موجز للنظرية وهي الحاجة الحدوثية والبقائية، ثم بعد ذلك إشكال ورد إشكال ورد، كما هي طريقتهم في أكثر من مقال هنا، إشكال ورد إشكال ورد. أما عرض النظرية صار أمرها واضحا. عرض النظرية أولا نعطي مثال ميكانيكي، الميكانيكي والسيارة، هذا المثال الذي يعطيه المصنف. يقول عندنا واحد يعمل في ميكانيك السيارات، هذه السيارة تتحرك تعمل، بعد قليل توقفت. ندعي ها نظريتنا هكذا، ندعي أن وجدان الإنسان فطرة الإنسان تقول بأن توقف هذه السيارة ناتج عن عدم علة الحركة، وإلا لو كانت علة الحركة موجودة ما كانت لتتوقف، كان ينبغي أن تستمر، كان ينبغي أن تستمر. العلة يعني العلة التامة الفاعلية الموجبة لمنح وجود الحركة للخارج، والحركة أمر وجودي. إذن العرض ماذا يقول؟ عندنا سيارة تتحرك توقفت، جاء الميكانيكي، ندعي أن وجدان الإنسان فطرته تقول أن سبب التوقف والسكون هذا هو عدم العلة التامة، إذ لو وجدت العلة التامة لابد من وجود الحركة، وهذه لابد هي الضرورة، هذا الذي ندعيه. وهذه الضرورة هم في مرحلة الحدوث، حدوث حركة انقلاع السيارة، وفي مرحلة البقاء أيضا استمرار مسير السيارة أيضا، فلابد أن تكون العلة موجودة في مرحلة الحدوث وفي مرحلة البقاء. إذا الميكانيكي والسيارة ماذا ندعي؟ ادعاء، ها هو ادعاء، هو عرض النظرية، فطرية ووجدانية إحالة عدم الحركة إلى عدم علة الحركة بقاء. ما تحركت في مرحلة البقاء لأن علة الحركة راحت في مرحلة البقاء. هذا يساوي حاجة المعلول للعلة حدوثا وبقاء، وأن العلاقة بينهما علاقة الضرورة في الحدوث والبقاء. هذا المدعى الذي فككنا في الدرس الماضي بعض الكلام عنه. الآن سوف تبدأ الإشكالات تسجل على هذا المدعى. الإشكال الأول، نشوف كل واحد من الإشكالات شو راح يعطينا وكيف سيجيب المصنف عنها. الإشكال الأول في هذا الإطار، قال أنت جئت لنا بهذا صاحب السيارة الميكانيكي، هذا ليس ادعاء صحيحا، ليس دليلا سليما على فطرية ووجدانية قانون الضرورة بين العلة والمعلول، بحيث لما سكنت اكتشفنا انعدام العلة التامة، لأنه إذا وجدت لابد أن يوجد الحركة. لا، ليس دليل. لماذا؟ لأن الميكانيكي لما يجي ما يبحث، شوف أنا الآن نحلل الوجدان، ما يبحث عن انعدام علة الحركة، يبحث عن علة السكون. يقول لماذا وقفت؟ في علة للتوقف، مش في عدم علة للمسير. ارجع لوجدانك الآن، أنت ارجع إلى وجدانك تقول لماذا توقفت، فتبحث عن علة التوقف، لا تقول في ذهنك ها الحركة
لو كان لبدا نبحث عن سبب انعدام علتها، لان علتها لو كانت كان لبدا تتحرك فلا بد السبب هو انعدام العله. الانسان بوضعه الفطري الطبيعي يقول لك توقفت السياره، يعني في سبب للتوقف، في سبب للسكون، مش في انعدام سبب للتحرك. اذا الاشكال الاول التشكيك ممكن نختصره في فطريه المدعى، وزعم نزعم في المقابل ان الوجدان يذهب ناحيه عله السكون، ناحيه وجود عله السكون لا عدم عله الحركه. هذا هو وجدان. وش اللي وقف السياره؟ مش بنقول ما الذي سلب الحركه، ما هو الذي انعدم فانعدمت الحركة؟ هذا كلام ليس موجودا فيه. فإذا نبحث، إذا عمليا لو تأملنا شوي، عندنا سكون وعندنا حركة، هذا حدث وهذا حدث. نحن لا نبحث عن انعدام علة الحدث الأول، بل نبحث عن تحديد علة الحدث الثاني. فإذا نحن في مرحلة التوقف فكينا عن الأول علة ومعلولا، فلا تستطيع أن تأخذه شاهدا على عملية الربط المدعات. هذا هو حاصل الإشكال الأول في هذا السياق. الآن جواب الإشكال من وجهة نظر المصنف، يعني جوابين، جواب بنائي مبنائي، يعني هذا صح التعبير، مبنائي حلي وجواب نقضي. نبني معكم ثم ننقضكم. أما الجواب هنا فهو أنك افترضت، وسيأتي إن شاء الله في بحث الحركة والسكون، افترضت أن السكون حدث والحركة حدث، وأن الإنسان يبحث عن سبب الحدث الثاني لا عن عدم سبب الحدث الأول. الجواب السكون ليس حدثا، السكون لا شيء. من وجهة نظر الفيلسوف ليس السكون حدث. شو الحدث اللي صار بالسكون؟ اللي صار أن حدث الحركة ذهب، مش أنه في سكون، في علة أحدثت السكون. الفيلسوف يقول لك السكون هو لا حركة، عدم، أما الحركة وجود. الحركة ما في تقول هي عدم، لأنها حيثية وجودية، أمر ما يتحقق ويضاف في واقع الخارج. أما السكون هو توقف إضافة هذا الأمر الما المسمى بالحركة. هذا مبناهم في باب الحركة والسكون. إذا كان هذا المبنى فكل إشكال في غير محله. هو الوجود الثاني في المكان الأول السكون، ليس وجودا. الوجود الثاني في المكان الأول ليس، نعم، الحركة وجود ثاني في مكان ثاني. نعم. أما السكون وجود ثاني في مكان أول، هم موجود أيضا. لا ليس موجودا، الفئة السكون عندهم هو عدم الحركة، ليس له وجود. ما هو السكون؟ ما هو؟ أنت الآن عرف لي إياه. هو أقول الوجود الثاني في المكان الأول، في هذا المكان هناك تعاقب آلات، تعاقب زمن، وجود ثاني في مكان أول، هذا السكون. بينما الحركة وجود ثاني في مكان ثاني. لا، هذا ليس شو اسمه السكون. ليس السكون هو نفس الوجود الثاني هو سكون. الحركة ليس فقط الحركة المكانية، هناك الحركة الزمنية، هناك أنواع الحركة الأخرى، الحركة في الأعراض، الحركة في الجوهر. ليس السكون هو نفس الوجود الثاني، بحيث لو أنك أوجدته في المكان الثاني دون المكان الأول ما كان هناك سكون. لا، السكون هو عدم هذه الحركة المفترضة. يعني مثلا لذلك نقول إن وصف السكون، إن السكون إنما يتأتى فيما من شأنه الحركة. لذلك يقسمون على العالم الثابت والمتغير، والمتغير إلى ساكن ومتحرك، ولا يقولون المجردات ساكنة، لا يقولون الله ساكن، ثابت وليس بساكن، رغم أنه موجود بالشكل الذي تتكلم عنه في كل، إذا صح التعبير، اللحظات والآنات وإلى آخره. فالسكون من وجهة نظر الفيلسوف هو عبارة عن عدم الحركة. طبعا هناك وجهة نظر تقول الحركة هي عدمها، طبعا احنا نقول وجهة نظر المصنفة، سيأتي إن شاء الله بحث السكون والحركة، أن بعضهم من قال أن الحركة ليست إلا سكونات متراصة،
ليس هناك شيء اسمه حركة، وإنما الحركة هي مفهوم انتزاعي فلسفي. تعريف الفلسفة للحركة والسكون. نعم، من حيث وجهة نظر المصنف يقول السكون عدم الحركة، وليس هناك شيء أضيف إلى ذات المعلول اسمه السكون. ما في شيء اسمه السكون، السكون هو لا تتحرك، هذا نحن أطلقنا عليه وصفا سميناه السكون. فالسكون وصف عدمي، بينما الحركة وصف وجودي. والعدم ما هي علته؟ علته عدم علة الوجود، لا علة العدم، هو عدم. العدم علته عدم علة الوجود، لا وجود علة العدم. وليس له شيء حتى تكون علة العدم أفاضت عليه تحققا، هو لأن إفاضة تحقق الوجود توقفت حصل هذا العدم. فالسكون عدم، والعدم لا علة له حتى تقول أنا عمليا أبحث عن علة السكون، إنما أنا أبحث عن عدم علة الحركة. طبعا المصنف هنا في بداية الكلام اشتغل فطريا، الآن طلع من الفطرة وذهب إلى التحليل الفلسفي، يعني وإن كان بعد هو لأن صياغته كانت صياغة وجدانية فطرية، فهؤلاء سجلوا عليه إشكال على الصياغة الوجدانية الفطرية، فلما قالوا له هذا إشكال على الصياغة الوجدانية الفطرية قال هذا إشكال خطأ، لأن وجداناتكم هذه بدوية. على أي حال، هذا إشكال أول. إذا الإشكال الأول السكون ليس حدثا، بسط حتى نقول نبحث عن علة الحدث. الإشكال الثاني سلمنا السكون حدث وله علة، وأنا أبحث عن علة السكون. طيب الآن مشينا بالسيارة مولانا العزيز وشوي وصلنا إلى مكان توقفت، نزلنا من السيارة، قديش أخذ نزولنا من أنا ميكانيكي سائق السيارة، نزلت من السيارة كم أخذ نزولي؟ لنفرض 20 ثانية. نزلت إلى أن فتحت هذا دقيقة، أبحث عن ماذا؟ عن علة السكون. وليش أبحث عن علة السكون؟ إذا كنت لا تعتقد بأن المعلول محتاج للعلة بقاء، فممكن باللحظة التي خرجت منها أنت من السيارة بعد خلاص حدث السكون، وإذا حدث السكون لا حاجة للبحث عن علته. نفس الكلام نطبقه في السكون، أنت إذا افترضت أن السكون حدث وأن هذا الحدث لا بد له من علة، وأنكرت الحاجة البقائية للمعلول، حاجة البقائية للعلة من قبل المعلول، إذن هذا ما معناه؟ جاءت العلة أحدثت السكون، خلص بعد ما في ضرورة أن تكون العلة موجودة، راحت. فأنت عندما تنزل من السيارة شو تسوي؟ تنزل من السيارة أنت تقول، أنت حتى على كلامك تقول أبحث عن علة السكون، ما أنت إذا كنت تقول بأنه لا حاجة بقائية للعلة، فمعناه أنك تبحث عن شيء غير موجود، لأن المفروض أن السكون جاءت علته أوجدته ذهبت، بعد مجرد أن نزلت أنت راحت هي، على ماذا تبحث وأنت تقول تبحث عن علة السكون؟ فلذا جاء هذا قال له للعلامة طبعاً لا أبحث عن علة السكون، أريد أن أوجد علة الحركة. متى استبعد الألفاظ؟ نلعب بالألفاظ كثير. هذا قال له أنا لا أريد أن أبحث عن علة السكون، أريد أن أوجد علة الحركة يا أخي، خلصت. على أي حال، إذا هذا رأي المصنف. فإذا الإشكال الأول كان مدعى المصنف أن وجدانا وفطرتان عندما يتحقق السكون نبحث عن علة عدم الحركة، وهذا يستبطن القناعة بأن علة عدم الحركة ما زالت موجودة حتى نبحث عنها، هكذا معناه. فإذا في مرحلة البقاء لابد أن يكون العلة موجودة. الإشكال قال نشكك في فطرية المدعى ونزعم أن الوجدان يذهب ناحية وجود علة السكون بوصفه حدثا لا على عدم علة الحركة. الجواب السكون ليس حدثا حتى نبحث عن علته، بل هو عدم حدث الحركة فنبحث عن عدم علة الحركة لا عن علة السكون. ثانيا سلمنا، لكنه لولا أنه مركوز في ذهنك فكرة الحاجة البقائية، بعد أنت بمجرد أن وقفت السيارة راحت علة السكون، يعني سريعة علة السكون ما في تلحق فيها، نجلت وتأخذت الأطأ راحت هي بعد، أحدثت السكون وذهبت. فعلى كلامك أيضا ينبغي أن ينزل الميكانيكي نفس نزوله، إذن هو على قناعة بأن علة السكون سوف تظل مصاحبة للسكون ولا يمكنها أن تنفك عن السكون حتى في مرحلة البقاء. فالإشكال الأول من وجهة نظر المصنف في غير
محلي. طبعا في مشكله هنا طبعا بعد راح تتبين هذه المشكله. دائما الشروع في امثله خطا. الشروع في امثله في مقام التوضيحات فقط، توضيح المفاهيم التصوريه حلو، الامثله في هذا حلو، احيانا في التصديقات ايضا جميل، لكن احيانا المثال يغرقك في اطاره الخاص، وبعدين راح يتبين معنى اثناء البحث ان شاء الله تعالى فيما بعد الصفحات راح يتبين معنى انه هذا المثال ايضا ممكن واحد يشكل يقول هذا اللي تتكلمونه خاص بالمثال، بس طبيعه المثال هكذا. نحن لا نقول انه مستحيل العله تبقى مع المعلول، لكن نقول لا ضروره، هذا المثال اتفق ان بقيت معه، لكن في امثله اخرى لا تفق. دائما فلنتحرر من المثال، فان المثال عاده كما ان المناقشه في المثال ليس من داب المحصرين، كذلك البرهنه بمثال ليس من داب المبرهنين. على اي حال هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني بعد سياتي ان شاء الله تعالى حتى لا نقطع الشريط الذهني. الحمد لله رب العالمين.